الأكوان الموازية فرضية لم تثبت بعد، ولكن هي أكثر فرضية كتستحق بعض الوقت باش نفكروا فيها. تخيل أنت مثلا سميتك ياسر الكفتاوي، إنسان عادي في الأرض ديالنا وعايش حياة طبيعية، وفي أرض أخرى نسخة منك بنفس الاسم ديالك رئيس دولة. إنسان في القديم كان كيعتقد أن الأرض هي محور الكون والكون كامل كيدور على الأرض، واستغرقنا وقت طويل حتى أنه يصدق الحقيقة ديال أن الأرض اللي كنعرفوها دابا هي أرض أخرى على الأرض اللي تصوروها سابقا. فهل نحن حاليا كنعيشوا نفس الوضع من نظرية الأكوان المتعددة في البداية ديالها؟ على افتراض أن الحقائق العلمية كتبدأ أولا بالسخرية والاستهزاء من طرف العالم. مثلا أول مرة مايكل فاراداي قال للناس راه الكهرباء اللي في الطبيعة، أنا قادر نجعلها ضوء اللي غنضويو به في المنازل. وصفوه أنه حمق وخصو يتعالج. أوه كيفاش غنضويو بلا عافية؟ وكيفاش تورك على زر معين في الحيط ويشعل ضوء في السقف؟ هاد الناس إلا جاو دابا وريناهم أنه بمقدورنا نديرو ديزابي الفيديو. أنا في أقصى الشرق والمتصل في أقصى الغرب، بيناتنا 10,000 كيلومتر، غير بقطعة إلكترونية في يدي نقدر نشوفه ويشوفني لايف، وديك القطعة قد الكف ديالي تقريبا. أكيد غادي يتهمنا بالسحر والشعوذة ويقدر يسخف ويتخلع. فبالتالي الفكرة اللي بغيت نوصل لك، إلا كانت الفكرة اللي كتطرح كانت أغرب من الخيال الواسع، فهذا لا يعني بالضرورة أنها غير موجودة. فقط خاصك تراجع الأدلة العلمية ديالها وتكون عندك دراية بالأدلة المطروحة عليها. باش تدرس هذه الأدلة خاصك تقرأ بالتفصيل ميكانيكا الكم. هل نظرية الأكوان المتعددة حاليا في هذه المرحلة اللي الناس اللي قالت على فراد يحمق، وهل العلم في المرحلة الأخيرة لإثباتها، ولا مازال الطريق طويلة؟ بدأ الحديث على فكرة الأكوان المتعددة سنة 1954 على يد هيو هيبرت، وفي الفيديو اللي شرحت لك فيه قصة القطة ديال شوردينجر، فالنتيجة النهائية اللي وصفها شوردينجر أنه فاش غنحلوا الغطاء، إما القطة غتكون حية إما غتكون ميتة، من بعد ما كان نصفها حي ونصفها ميت. فسولنا إلى ماتت النصف ديالها حي فين مشى؟ كيقول شوردينجر أن النصف الآخر كيختفي، إذا كانت هي ميتة فالنصف الحي اختفى، وإلا كانت حية فالنصف الميت اختفى. هيبرت كان عنده رأي مخالف. هيبرت قال أن النصف الميت بقى هنايا والنصف الآخر الميت مشى الكون الموازي، ونسخة منك في الكون الموازي كتقوم بنفس التجربة. الجانب اللي بقى عندك هنايا هو الجانب العكسي اللي بقى عنده هو. مثلا القطة ديالك شفتيها حية من بعد ما حيتي الصندوق، فراه في العالم الموازي كانت ميتة والنصف ديالها جاء عندك باش يتلاقى مع النصف اللي كاين هنايا. باش تفهم مزيان التفاصيل ديال هاد التجربة راجع الفيديو ديال القطة في الصندوق. الفكرة ديال هيبرت كانت مضحكة للعالم وغبية، وحتى واحد ما تصنت ليه. فكرة هيبرت هي كين في هذا الكون الأرض، وكين بحالها بلايين الكواكب. الأرض كتدور على الشمس، كين ملايين الشموس وملايين المجموعات الشمسية، والمجموعة الشمسية ديالنا كتنتمي لمجرة الدرب التبانة ميلكي واي، فكين ملايير المجرات الأخرى فيها ملايير الكواكب والنجوم وملايير المجموعات الشمسية وملايير الكواكب اللي كتنتمي لهذه المجموعات الشمسية. وبهذا المنطلق كين ملايير الأكوان كذلك، اللي تا هي فيها ملايير الكواكب والنجوم اللي فيها ملايير المجموعات الشمسية، وغادي بحال هكا كيطوب لهادشي. غير هو نسخ الأرض في كل كون لا يشبه قدرها نسخ الأراضي الأخرى. مثلا الأرض نسخة رقم 2 يقدر يكون فيها هتلر ربح الحرب. الأرض النسخة 15، أنت اللي كتشوف هذا الفيديو النسخة ديالك مثلا رئيس دولة. الأرض رقم 33، مثلا المغرب ربح كأس العالم في قطر. الأرض رقم 92، تقدر تكون مازال عندهم الحياة ديال التيتانوبا. وأيضا في هذه النسخ من الأرض علماء ديالهم اللي هما نسخ العلماء ديالنا، يقدروا يكونوا قالوا لهم باللي كاين أكوان متعددة، وكاين بزاف النسخ من الناس اللي قالوا لهم نو بولشيت، غير حنا اللي كاينين في الكون. النسخ حسب النظرية. مثلا انت سميتك عمران الرئيس، او انت سميتك هاجر سراج، مثلا هي اسماء انا جبتها استعارية. كاين نسخ ديالك بنفس اسمك، انت اللي سميتك عمران الرئيس حتى هو سميتو عمران الرئيس، وانت اللي سميتك هاجر سراج حتى هي سميتها هاجر سراج، وهما بنفس الوجه ديالك بنفس العمر ديالك بنفس شكل الجسم ديالك، غير هو الاقدار بيناتكم مختلفة. مثلا عمران الرئيس قرا مزيان، خدا الباك، خدا الدكتوراه، خدا اي حاجة، بينما عمران الرئيس ديال الارض رقم 22 ما قراش كاع، وديال 31 وصل غير 9 وخرج. وانتي هاجر سراج مثلا في الارض كوافورة، في الارض النسخة 12 خياطة، تماما بالاشكال ديال النسخ اللي شفتي في مسلسل اورفان بلاك، غير هو كل واحد في ارض مستقلة. الان دابا حنا في الخمسينات اللي تولدت فيها هاد النظرية، وحنا حاليا 99% من العالم كيقول ان نظرية هيبرت از بولشيت. فوقاش غنبداو نتمعنو فيها؟ عقلتو على الفيديو اللي شرحت لكم فيه مبدأ هايزنبرغ، شرحت لكم فيه مبدأ انستانتي برينسيبل اللي كيقول في فيزياء الكم ان الجسيمات في المستوى الكمي غير مستقرة، وبالتالي ما غنكونوش متأكدين من صفات البروتون على المستوى الكمي. لاحقا لما اللي دزنا اش قال هيبرت وقالوا ليه الناس سير اخويا تشرب دواك، دازت سنوات حتى اكتشف العلماء ان الفوتونات اللي فيها جسيمات الضوء مرة كتكون مستقلة بارتيكلوس، ومرة كتكون ويفز اي مثل الموجات. وهنا بدا العلماء كيقول لك واش كان هيبرت على حق واش حنا ظلمناه. ناخذ مثال بسيط باش نفهموا كيفاش كان الاستقرار ديال هاد الجسيمات. مثلا عندنا كرة مكتوب فيها ا، دورتي وجهك ورجعتي
عندها لقيتي مكتوب فيها بي ما بقاتش مكتوبه فيها ا، فانت دابا حاليا ما عارفش واش هاد الكره ا ولا بي. من بعد كيبان لك ا وبي في نفس الوقت، ملي كتقرب كتبان لك حاجه واحده اما ا اما بي. الجواب غتجيبو ميكانيكا الكم، وهو انه ملي كندخلو حنا امام شي جسيم راه كنأثروا على السلوك ديالو، وبالتالي كيكون مجبر على انه يورينا وجه واحد. يعني من بعد غيبان لينا الجسيم على انه ا وبي، ولكن ملي نقربوا ليه ونشوفوه غادي تنهار ليه الداله الموجيه ديالو، وغادي نبزعوا عليه انه يبان لينا بصوره واحده. وهذا ما يسمى في فيزياء الكم بالسوبر بوزيشن. السوبر بوزيشن والداله الموجيه الا فهمتيهم بجوج راهما يتبازا عليهم هيبرت. بحيث قال لك القياس الجزئي في فيزياء الكم ماشي بالضروره غيخليك تبزز عليه ينقسم انه يختار احد الخيارات، بل بهذا الخيار فانك كتسبب في انقسام الكون الى قسمين، كل قسم فيه احتمال من الاحتمالات المتاحه. ناخذ مثال بسيط باش تفهم هادشي اللي قال هيبرت. انت جاك وقت فراغ ما لقيتي ما يدير، عندك اربعه الخيارات اللي جاو في بالك. واحد نشعل التلفازه ونتفرج فيلم، جوج نلعب البلاي، ثلاثه نشرب القهوه، اربعه نهز التليفون وندخل السوشيال ميديا. في الاخير مثلا قررتي انك تلعب البلاي. فهاد اللحظه بدات اللي قصتي فيها المانيت ديال البلاي، راه الكون قاسم الاحتمالات اللي كانت عندك في عالم موازي. فالنسخه ديالك في العالم الاخر شعلت التلفزيون وشافت فيلم، ونسخه اخرى في عالم اخر شربت القهوه، ونسخه اخرى في عالم اخر دخلت السوشيال ميديا من التليفون. هذا المثال اللي قلت لك هو يطبق شرودينجر على القطه ديالو. كنقول لك اذا بغيتي تفهم هذه القضيه مزيان راجع الفيديو اللي درت على تجربه شرودينجر. في نفس المثال اللي ذكرنا ا و بي، واذا دخلتي راه الداله الموجيه غادي تنهار. هذه هي الخلاصه اللي وصل لها شرودينجر من بعد ما فتح الصندوق على القطه ديالو. غير هو هيبرت رفض يتفق مع شرودينجر في الاستنتاج ديالو، وقال ان الداله الموجيه لن تنهار، انما الكون غينقسم الى قسمين، كون غتكون فيه القطه حيه وكون غتكون فيه القطه ميته. لحد الان العلماء بداو كيفكروا في شويه شنو قال هيبرت، ولكن مازال ما تعمقوا فيه لانه مازال ما كاينش شي حاجه ملموسه تخلي النظريه جديه. حتى جات واحد النظريه حاسمه هي اللي خلاتنا نفكروا مزيان في هذا الطرح، وهي نظريه التضخم الابدي. غنبداو بالان كوت اللي في 1979 اعلن عن اكتشاف مرعب، وهو انه الجاذبيه في المرحله الاولى للكون ما كانش كتجذب الاشياء، بل كانت كدير العكس، كانت كتعمل على تباعد الاجسام بمساحات صحيحه جدا. لانه قبل هذه العمليه اداره الجاذبيه كان الكون كيعيش واحد السكون ديال 200 مليون سنه من بعد البيج بانج. الا انه هاد جوج نظريات ما كيخبروناش اشنا هي البدايه وشنو كان قبل ما ينفجر كل شيء. الان كوت بعد نظريته اللي قالت ان الجاذبيه كانت معكوسه بعد 200 مليون عام من الانفجار العظيم، كيقول ان الكون بفعل هذه الخاصيه بدا التوسع بسرعه. ملي كنقول بسرعه، سرعه لا يقدرها العقل. حسب حسابات الان كوت، جسيم في ديك الوقيته ديال الجاذبيه العكسيه الا كان في الفضاء بحجم الذره راه في اقل من جزء اجزاء ديال الثانيه كان غيتوسع حتى يرجع اكبر من مجرى الدرب التبانه، في اقل من فريم ديال جزء من الثانيه. هذا هو شرح نظريه التضخم الابدي. من بعد ناسا طلقت سنه 1989 مسبار لقياس اشعه الكون، والجواب اللي جا في 2003 يعني من بعد 14 سنه على انطلاق هذا المسبار كان صادم جدا. كل ما قالوا الان كوت مطابق تماما لما قاسه المسبار ويلينغسون اللي قاس الاشعاع الخفي للكون بدقه وبدون ولا خطا واحد من داكشي اللي قال كوت. فهنا رسميا تم تثبيت نظريه التضخم الابدي انه حقيقه علميه. وبهذه الحقيقه العلميه توصل الكسندر فلانكن الى انه التوسع اللي قالت عليه نظريه التضخم الابدي ما عمره غيتوقف الى الابد. وعليه فهمنا من نظريه فلانكن انه كاين بيج بانات اخرين كينفجروا باستمرار كل جزء من رمشه العين. وهنا رسميا هيبرت ما بقاش حمق وما شربش دواه، بل هنا جبدوا العلماء الارشيف اللي دار هيبرت حول الاكوان المتعدده بعد ما وصلوا نظريه البيج بانج المستمر، واللي كتقول ان البيج بانج ماشي معني فقط بالكون ديالنا بل باكوان اخرى، وان الكون يتوسع بسرعه اعجازيه عن طريق ماده خفيه غامضه كتسمى الماده المظلمه. وهذا غيقودنا لنظريه اخرى معقده وهي نظريه الابعاد والاوتار. هذه النظريه كتعطينا مفهوم الابعاد الاخرى. نحن نعيش حاليا في عالم ثلاثي الابعاد، ولا ضفتي الزمان غنوليو في البعد الرابع. ولكن نظريه الاوتار والابعاد كتقول انه يمكن حنا كنعيشو في 11 بعد مختلف، وهاد الابعاد كتموضع على شكل كود نووي وهي اللي كتحدد كيفاش غيكون الكون. الا كملتي في هذه النظريه غتوصل الى انه الجاذبيه كتدفق الى خارج الكون غير المرئي، ولا صدقتيها غتكون صدقتي انها تتدفق الى اكوان اخرى متوازيه. وهذه الابعاد هي خارج نطاق النظر ديالنا، ولكن الهيئه ديالها على هذا الشكل. وفي النهاية ربما انت كتشوف الفيديو ديالي وعجبك، ولكن النسخة ديالك في أراضي أخرى ما حملتنيش ودارت لي ديسلايك، وأخرى في نسخة أخرى دارت لي أبوني، ونسخة أخرى في أرض أخرى ما قدرتش تشوف الفيديو حيت الديناصورات عندهم في هذيك الأرض حيوانات أليفة وباقا عايشة، فمشات تعتني بالديناصور ديالها وتوكلو عاد ترجع تشوف الفيديو من بعد.